كان هذا نشيد المملكة العربية السعودية، حيث قام بتأليفه الشاعر السعودي محمد طلعت عام 1947. وتقول المصادر إنه عزف أثناء زيارة الملك عبد العزيز التاريخية لمدينة الطائف غرب السعودية، وقد اعتمد النشيد في كل المناسبات الرسمية حتى عام 1984. سأل جلالة الملك خالد بن عبد العزيز وزير إعلامه المرافق محمد يماني أثناء رحلة خارجية: لماذا لا يصاحب السلام الملكي السعودي نشيد وطني؟ وعلى الفور خاطب يماني كبار شعراء المملكة طالبا منهم أن يتوافق النشيد في وزنه ولحنه مع موسيقى السلام الملك السعودي المعروف. اقترح الأمير عبد الله الفيصل على القيادة تكليف الشاعر السعودي إبراهيم خفاجي بكتابة النشيد، ومكث خفاجي 6 أشهر حتى اكتمل بناء قصيدته، ثم ساهم في تلحينها وتوزيعها طارق عبد الحكيم وسراج عمر. ولم يخرج النشيد الوطني السعودي إلى النور بسبب وفاة جلالة الملك خالد، لكن الملك فهد بن عبد العزيز أصر على تحقيق رغبة أخيه، حيث طلب من وزير الإعلام آنذاك علي الشاعر أن يسمعه النشيد السعودي في صورته النهائية، وكان له ما أراد حينما ظهر النشيد إلى العلن في عام 1984. Oh, my God.